بسم الله نبتدئ الكلام والصلاة والسلام على أشرف الخلق مكانة ومقاما ولسعادة الشيخ الرئيس ومعالي الوزير والوفد المرافق له ولأصحاب السعادة جميعا تحية وسلامة. السؤال الأول لمعاليكم: أثرت تداعيات جائحة كورونا سلبا على معدل تدفق الحركة السياحية الخارجية للسلطنة والتي أدت إلى توقف السياحة القادمة إلى السلطنة مسببة انخفاضا بلغ نسبته أكثر من 75% مقارنة ب 2019، كما انخفض معدل عدد النزلاء في الفنادق بنسبة بلغ 52.5% منعكسا بذلك على إيرادات بانخفاض بلغ نسبته 63%. في المقابل عززت آثار الجائحة أهمية الاعتماد على السياحة الداخلية كخيار ناجح لتعافي قطاع السياحة. السؤال لمعاليكم: هل راعت الوزارة في خطة التعافي استهداف شرائح واسعة من المجتمع العماني، أم أن تلك الخطة تقتصر على فئات النخبة ذات الدخل المادي المرتفع والجيد فقط؟ وكذلك هل تم عمل مقارنة بين خطة التعافي للقطاع وتلك الخطط المشابهة لها بدول الجوار متضمنة التكلفة وأسعار السكن والفنادق؟ السؤال الثاني: أشارت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض أعداد العاملين في الأماكن الأثرية والتاريخية بالسلطنة، حيث بلغ عددهم في عام 2018 215 عامل ليبلغ في عام 2019 110 عمال فقط، أي بانخفاض بلغ أكثر من النصف من نصف العاملين في تلك الأماكن. السؤال لمعاليكم: ما أسباب كل هذا الانخفاض في قطاع يؤمل منه الكثير؟ السؤال الثالث: بلغت أعداد البعثات الأجنبية لموسم 2019-2020 أكثر من 20 بعثة من الجامعات محلية وعالمية مرموقة، عليه نتساءل معاليكم كم بلغ إجمالي التكلفة المالية لاستخدام البعثات الأثرية للسلطنة، أم أنها تأتي في إطار التعاون الدولي بين السلطنة والمؤسسات العلمية؟ وما هي آلية المتابعة ورقابة بالمواقع الأثرية المعمول بها من قبل الوزارة أثناء عمل تلك البعثات؟ رابعاً: لدينا معاليكم كثير من التحديات فيما يتعلق بالشق السياحي في ولاية مسقط، وقد تقدمت بطلب لمقابلة معاليكم منذ تاريخ 28 يناير 2021، وللأسف الشديد لم تتم المقابلة، لذلك أجد نفسي مضطرًا أن أناقش معاليكم الآن، ولا يغني ذلك عن الاجتماع معكم في أقرب وقت ترونه مناسب. وأول تلك التحديات والمشكلات العويصة: محمية بندر الخيران التي صدر فيها مرسوم سلطاني رقم 45/2007 بأن تخصص المحمية للأغراض البيئية العامة وتشرف عليها وزارة السياحة وفق رسم مساحي مرفق تضمن ممتلكات المواطنين ومزارعهم، وبالتالي بات الأمر صعبا على التصرف فيها، وبات الأمر صعبا للمواطنين في التصرف فيما يملكون وتطوير عقاراتهم كون تلك الممتلكات واقعة ضمن نطاق المحمية. وهذا آخر خطاب من وزارة السياحة في 6 مايو يعني من الشهر الجاري حول الاعتذار لأحد المواطنين في تطوير عقاره وبناء وحدة سكنية في مزرعته. فدائما العبارة التي نتلقاها هو اعتذار من وزارة السياحة بعبارة: وعليه نود الإفادة بالاعتذار على تلبية طلبكم نظرا لكون قطاع الأرض المشار إليها تقع ضمن حدود منطقة الخيران البيئية العامة بموجب المرسوم السلطاني 45/2007. السؤال لمعاليكم: إلى متى يستمر هذا التحدي؟ وما المانع من إعادة ترسيم حدود المحمية وإخراج ممتلكات المواطنين بما يخدم المواطن والوزارة على حد سواء؟ التحدي الثاني لمعاليكم: الملاحظ في المشاريع السياحية أنها تقتصر على عمل مجرد فنادق، على عمل شقق وفلل، وثم بعد ذلك يتم بيعها، ولا نجد لذلك أبعاد فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل في مجال إدارة الأعمال وكذلك المحاسبة وتقنية المعلومات. فحتى بعض الوظائف للأسف نجد فيها غير العمانيين وهم من يشغلونها، مع أن العماني قادر أن يؤدي تلك الوظيفة على الوجه الأكمل. ومن التحديات الأخرى كذلك نلاحظ أن المشاريع السياحية التي تكون في الولاية أغلب ما تكون أنها يعني لا تحتضن المجتمعات المحلية بالدرجة الأولى. وأعطيك مثال: في قرية تيتي مشروع سياحي بدأ مبكرا وأخذ تقريبا 7 أشهر حتى يقنع الصيادين بأن يتم نقلهم إلى مكان آخر. إذا كانت المشاريع السياحية بدايتها بأقصاء أهالي ومناطق أهالي وصيادين القرى المحلية، فهذه المشاريع لا يكتب لها النجاح، لأن من أهداف المشاريع النجاح مشاريع من أهم النجاحات لهذه المشاريع أنها تحتضن المجتمعات المحلية. وأنا أعلم أن وزارة السياحة تؤمن بهذا الأمر، ولكن للأسف لا، يعني بعض المستثمرين لا يعملون بما يؤمنون به. كذلك حقيقة من الأشياء التي أثارت انتباه
شكرا جزيلا سعادتك. إذا كان من أي آثار إيجابية للجائحة هو إثبات بأن السياحة المحلية يمكن أن تلعب دور رئيسي ومهم في قطاع السياحة، وبالتالي من المهم الالتفاف إلى هذا الجانب ومعرفة المتطلبات الرئيسية والأولويات بحيث أنه نتمكن من رفض التوقعات ومطالب السياحة المحلية بشكل خاص. في هذا الجانب نتكلم عن المقاصد، نتكلم عن الخدمات التي أعتقد من الضرورة أن تكون متوفرة حيث توجد تلك المقاصد، وبالتالي خطة التعافي أخذت في الاعتبار هذا الجانب من خلال موازنة موجهة لتنفيذ الخدمات بالتعاون مع البلديات والمحافظات حيث توجد الحاجة لإقامة هذه الخدمات. أيضا من بين المكونات لخطة التعافي سياحة المغامرات، سؤال طرحه سعادة العضو سابقا بأنه التركيز كما يبدو عليه متجه إلى نواحي محددة فقط ومتجاهل جوانب أخرى من السياحة. حقيقة عمان مثل ما تفضلت تشمل كل قطاعات السياحة المتعارف عليها، السياحة الثقافية مهمة، السياحة التراثية مهمة، أيضا الجيولوجية مهمة في هذا الجانب، سياحة المغامرات والسياحة البيئية، كل هذه عناصر متكاملة، وبالتالي مهمتنا نحن توظيفها، قطف ثمارها بحيث أنها تحقق العائد وتحقق المساحة المطلوبة، إلى جانب أن توفر منافع للمجتمعات المحلية وتوفر تساهم في سوق العمل، بداية بإزالة المشوهات وممارسات خاطئة التي أشرت إليها من خلال تجارة مستترة، أن يقوم المرخص له بإقامة منشأة فندقية أو منتج سياحي في مكان ما، يقوم من الباطن بتسريب هذا المنتج أو هذا الترخيص أو تشغيل هذا المرفق لوافد مقابل مبلغ مقابل عائد، ثم يقوم هذا الوافد بتوظيف عمالة أجنبية حتى يقلل من تكلفة التشغيلية السنوية في لهذا القطاع، وعلى حساب الجودة وعلى حساب القطاعات الأخرى التي تلتزم بالاشتراطات والسياسات القائمة في إدارة القطاع. ولذلك أهمية الالتزام بالتشريعات هذا من جوانب الهامة، وهذا بالضرورة يفترض أن تكون هناك ضبطية قضائية، حضور منتظم للجهات المعنية لمراقبة والحد من هذه الفجوة ومن اتساع هذه الظاهرة السلبية التي لا شك ليس فقط على قطاع السياحة بل على مستوى الاقتصادي ككل. من ضمن مشاريع خطة التعافي إنشاء مراكز للزوار في بعض المناطق التي سيتم انتقائها، إنشاء مراكز للزوار في المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، هناك توجه مركز في هذا الاتجاه بعد اعتماد الموازنة المالية، سياحة المغامرات والمسارات الجبلية بشكل محدد هذه سيتم الالتفاف إليها بحيث أنها توفر مقاصد سياحية للسياحة المحلية. المتاحف الخاصة هذا موضوع سبق مجلسكم أن ناقشوا في السنوات الماضية، وبالتالي هناك موازنة اعتمدت لهذا الجانب، ونامل قريبا أن يتم زيارة هذه المتاحف ونعرف ما هي متطلباتها، سيتم توفير الدعم لها بحيث أنه ترتقي إلى أفضل الممارسات التي يمكن أن نتوصل إليها، لسببين: لأنها تمثل حاضنة للتراث والتاريخ البلد، بعض منها تمتلك مقتنيات نادرة، وبالتالي بالضرورة يجب تقديم لها الدعم حتى لا تفقد هذه المقتنيات، لا يتم إساءة توظيفها بأي طريقة من الطرق. ولذلك من المصلحة الوطنية دعم هذه المتاحف، تقف على رجليها، تحاول أن ترتفع إلى مستوى أفضل من الممارسات، ولذلك سيتم دعمها من خلال تهيئة العروض المتحفية، توفيرها بالإمكانيات الفنية في هذا الجانب بشرط استمرار إدارتها من قبل أصحابها، وأيضا توفير فرص إضافية لأبناء البلد في هذا الجانب. من بين الممكنات في السياحة المحلية توفير عروض متحفية في كل القلاع والحصون
نامل أن يتم هذا الشيء في أقرب وقت ممكن. ترقية المتحف العرض المتحفي لأرض لبان في محافظة بخار بعد مرور فترة طويلة من افتتاحه، نامل أن يتم رفع من مستوى مكوناته بحيث أنه يمثل مقصد جاذب، نامل أنه الزوار يرتادوا إليه بشكل منتظم. سياحة الشواطئ هذا جانب من الجوانب التي راح نلتفت إليها في خطة التعافي. هناك تواصل أيضا مع المجموعة الطيران العماني بحيث أن ننظر في كيفية تحقيق الفجوة وتعويض الخسائر التي حدثت بناء على تأثيرات الجائحة. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا قضية توفير الخدمات. هناك نماذج قائمة لدى الوزارة، ونامل من خلال التعاون والتكامل مع المحافظات أن يتم حل هذه الإشكالية التي مضى لها عقود طويلة. نتكلم عن المجمعات الخدمية المتكاملة، هناك تواصل بيننا ومعالي وزير الإسكان مؤخرا، واجتمعنا حتى نعرف ما هي المسرعات التي يجب أن نطبقها في 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 هذا المسار حتى نتمكن من إقامة هذه المراكز الخدمية. أحد الأسباب في تعثر تنفيذ هذه المجمعات هو ارتفاع القيمة المترية لحق الانتفاع. بالضرورة يجب أن ننظر في تخفيض التكلفة، إلى جانب وجود برنامج تمويلي سهل يمكن من هؤلاء المستثمرين من تنفيذ هذه المجمعات. محطات الوقود التي تنتشر في كل مكان بالضرورة يفترض أن تقدم خدماتها بأفضل مستوى ممكن أن تصل إليه. هناك تواصل بيني أنا ومعالي وزير التجارة والترويج الاستثمار، ولن نساوم فيما يتعلق بالالتزام بالاشتراطات التي يجب محطات الوقود أن تلتزم بها. نتكلم عن المحطات الوقود القائمة في الوقت الحالي، وأيضا أي تصاريح مستقبلية التي راح يتم منحها لهذه المحطات أن يتم إلزامها بالالتزام بتوفير هذه الخدمات بصورة متكاملة، يتم صيانتها بحيث أن شرط الاستدامة يكون متوفر فيها. هناك نماذج من المشاريع الخدمية كانت في الشواطئ، كانت في الوديان، موجودة داخل الوزارة ضمن خطة الوزارة، وتوجد اعتمادات مالية يمكن أن نساهم نحن ونمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تنفيذها، بحيث أن كل هذه بشكل متكامل ومن حيث وجدت تمثل منافذ ووجهات للسياحة المحلية. الجانب الترفيهي جانب مهم بحكم مناسبة الجو في فصل الشتاء. هناك من ينظر إلى عمان كمقصد سياحي متميز بالنسبة للسياحة الأجنبية، ومن المهم أنه خطة الترويج تركز على 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 هذا المطلب بحيث أنه عملية التنمية السياحية توفر هذه المرافق التي تحقق هذه الخدمة بالنسبة للزوار القادمين من خارج. من بين المنجزات التي تمت خلال السنوات الماضية أو العقد الماضي اللي هو رفع من العدد الإجمالي للفنادق وبالتالي الغرف الفندقية، هذا الأمر سمح بخلق منافسة بين المرافق وبالتالي السيطرة على الأسعار. صحيح أن الأسعار مرتفعة خاصة في محافظة مسقط، ولكن الخيارات متوفرة وتتوفر بشكل متسارع، وهناك توجه لدفع هذه المشاريع بحيث أنها تتجه إلى مناطق أخرى وتغطي الفجوات القائمة فيها. شكرا. إذا تطلب الكلمة سعادتك. أيوة. شكرا معالي الوزير على الإجابات، لكن هذه الإجابات كلها تنحصر في السؤال الأول. لدينا من الأسئلة 6 تقريبا لم تجب عليها. نعم، فيما يتعلق بانخفاض العاملين في الشق في القطاع التراثي من 215 في 2018 إلى 2019 وصلوا إلى 110، أضف إلى ذلك كذلك محمية بندر الخيران
لم تجبني عنها، ما هي آخر المستجدات في هذا الجانب؟ المشاريع السياحية مختصرة أكثر ما يكون على حجز الأراضي وبناء المنشآت دون أن يكون هناك بعد في عملية احتواء الباحثين عن عمل بشكل أكبر، كذلك عدم احتضان المجتمعات المحلية واحتياجاتها. والنقطة الأخيرة التي لم يسعني الوقت لأن أقولها سابقاً اللي هي المرافق العامة، أذكر أن وزارة السياحة قامت قبل سنتين تغريدة في التويتر رصدتها أن هناك تعاقد مع شركة تقوم بعمل المرافق في جميع الأماكن السياحية، ولكن لم نرى لذلك أثر. وبالنسبة لنا في ولاية مسقط هناك نقص حاد أو انعدام في المرافق فيما يتعلق بالمتنفس السياحي في القرى الشرقية لولاية مسقط. هذه النقاط معاليك. سأبدأ من حيث انتهيت بالنسبة للمرافق. هناك ما يقارب 150 مرفق خدمي بتكلفة 500,000 ريال سنويا تدفعها الوزارة لإدارة هذه المرافق، منتشر على مستوى محافظات السلطنة كلها. هذه المرافق منتشرة، قد تكون بعض منها غير مرئية ولكن موجودة، وأهمية الحفاظ عليها وفق العقود الانتفاع التي وقعت، وبعض منها أقيمت على أراضي تم استئجارها من قبل المواطنين، هناك متابعة لها بشكل منتظم للتأكد بأنها صالحة للاستخدام. بينما فيما يتعلق ببندر الخيران بشكل محدد، نعم هناك حالات التي تفضلت بها وهناك تسويات ممكن أن نحققها نحن إذا كانت هناك موانع فيما يتعلق باللون أو بالارتفاعات ممكن نتكيف بها. أيضا إخراجها من نطاق المحمية هذا واحد من البدائل التي يجري دراستها، ولكن هذه حالات محدودة. ويوسفني أنني قد تكون غفلت عن طلب اللقاء بي، ولكن الباب مفتوح وأنا في حالة اجتماع وانتظام في هذا في اللقاءات بشكل متكرر، وأوعدك أن في أول فرصة يمكننا أن نلتقي فيها نناقش كل هذه القضايا. أشرت إلى سوق العمل. العدد الإجمالي للقطاعين الذي هو 142,000 عامل يعمل في هذا القطاع. العدد الحقيقي للعمانيين يقارب فقط 15,000، بمعنى إمكانية التوظيف، إمكانية مساهمة قطاعي التراث والسياحة في حل مشاكل الباحثين عن العمل هي إمكانية حقيقية وواعدة. نحتاج إلى برامج تاهيلية وتدريبية، نحتاج إلى ممكنات حتى نتمكن من تغطية هذه الفجوة. المشاريع التي مؤمل افتتاحها من هذا العام إلى العام القادم متوقع أن توفر فرصة عمل بين 5,000 إلى 7,000 فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة. ولذلك أتفق معكم بأن قطاعين ممكن أن يلعبوا دور كبير في حل مشكلة سوق العمل، وهناك تواصل بيننا ومعالي وزير العمل. نامل أن نجتمع في بداية الشهر القادم لوضع خطة تنفيذية حتى نتمكن من خلالها من أن نؤدي الدور المطلوب لهذا القطاع. فيما يتعلق بإفادة المجتمعات، يا أخوان لو سمحتوا تفضل. فيما يتعلق بإفادة المجتمعات المحلية، لا شك هذه قيمة مضافة نحن حريصين على تحقيقها. وفي الواقع أي مشروع يتم التوقيع عليه في الوقت الحالي أو إعادة النظر فيه نشترط فيه ثلاث شروط: التوظيف والمساهمة في سوق العمل، وأيضا إفادة المجتمعات المحلية وتحقيق قيم مضافة لهذه المشاريع. دون هذا نضطر إلى اتخاذ إجراءات بعض منها عاجلة وسريعة كسحب الأراضي التي أشرت إليها، وإعادة النظر في التراخيص التي قدمت في حالة وجود أي مخالفات، وعند ضرورة فرض الغرامات المالية المطلوبة. شكرا جزيلا.